المشاركة الأولى لنا في معرض مراكش للطيران 2024 ويشرفنا أن نكون ضيف شرف في هذا المعرض ونشكر المملكة المغربية في استضافتهم لنا في للمشاركة في هذا المعرض. هذه النسخة السابعة طبعاً لمعرض مراكش الدولي للطيران. سعداء جداً بهذه المشاركة حيث أننا شاركنا بتسع شركات صناعات دفاعية تحت مظله جناح دوله الامارات آه الذي آه تنظمه مجلس الامارات للشركات آه الدفاعيه. آه من خلال آه الشركات آه عرضنا اكثر عن آه 56 آه منتج آه في مختلف آه الصناعات آه منها الدرونز آه آه فئه الطيارات آه المسيره آه وايضا آه الاسلحه والذخيره. آه هناك ايضا شركات آه في آه مجال الابتكار والتكنولوجيا آه مشاركه آه معنا. آه فرصه كبيره لتبادل الخبرات والتعاون المشترك بين الشركات المغربيه والشركات الدوليه المشاركه ايضا في معرض مراكش الدولي للطيران والشركات الاماراتيه نشكر جميع الجهات المتخصصه على مساعدتهم لنا ودعمهم لنا في هذه المشاركه وتسهيل جميع الامور ونشكر جميع القائمين على العمل على هذا تنظيم هذا المعرض شكرا وان شاء الله نتمنى النجاح لجميع المشاركين شكرا. طبعا نتشرف شركه تاج اليوم بالمشاركه في معرض مراكش الدولي للطيران. تحت مظله الجناح الوطني الاماراتي وهذه المشاركه تاتي ضمن العلاقات الاخويه بين دوله الامارات العربيه المتحده ومملكه المغرب الشقيقه مجموعه اج هي مجموعه رائده تكنولوجيا تقدم افضل الحلول والانظمه في قطاع الدفاع اليوم مشاركتنا نقدم مجموعه من الحلول تحت ثلاث قطاعات رئيسيه وهي قطاع الانظمه المسيره وقطاع الاسلحه الذكيه وقطاع الحرب الالكترونيه والانظمه السيبرانيه. طبعا منتجاتنا تتميز بانها منتجه بالكامل في دوله الامارات من مرحله التصميم الى مرحله الانتاج. فهذا يعطي دوله الامارات الافضليه من ناحيه عمل منتجات بانواع مختلفه تناسب وتلبي احتياجات العملاء ووزارات الدفاع في مختلف انحاء العالم. طبعا نتشرف كمجموعه ادز بالمشاركه في المعرض ولدينا الكثير من التعاون مع الجانب المغربي في هذا القطاع ونتشرف بان نشارك في هذا المعرض لمشاركه الجمهور المغربي باحدث التكنولوجيا الاماراتيه التي تتركز على قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتطوره. تتشرف بتواجدنا تحت مظلة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض مراكش الجوي حيث تشارك شركة كاليدوس للطيران في هذه النسخة والتي فخر نستعرض خلالها صواريخ الحداه الإماراتية صناعة الاماراتية كما نستعرض خلال مشاركتنا طائرات البدر 250 والبدر 250 للإسناد القريب ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.